عايزين نروح بقى لهاري النهاردة. على مر السنين كل أعداء البلد دي لما حبوا يستهدفوها عشان يدمروها أو يشوهوا أصالتها، كان هدفهم الرئيسي دايما هو المجتمع ده. خططهم كلها كانت بتقوم على تفكيك المجتمع، ينشروا أفكار غريبة وهدامة بتهدد الأسرة المصرية وتغير عاداتها وتقاليدها. وفي المرحلة التانية كان هدفهم بقى إيه؟ شباب البلد، يستهدفوا ولادنا وبناتنا بأفكار غريبة عن قيمنا وأعرافنا. فنسمع مثلا عن عبدة الشيطان، الإيمو وغيرهم وغيرهم، وشوية عن طريق المخدرات بكل أنواعها، وشوية بخطط هدفها الرئيسي نشر أفكار المثلية والإلحاد بين الشباب واستقلال البنات والسنجل مام وغيره، وشوية تانية خطط تضرب انتماء الشباب للبلد دي، وإنه حلمهم الرئيسي يبقى الهجرة، يهاجر ويسافر حتى لو في مراكب بتغرق في عرض البحر. كل دي كانت خطط واضحة هدفها تدمير السلاح الأقوى لمصر اللي هو مين؟ شعبها. الحاجات دي كلها كانت بتلاقي نوبة صحيان ونخبة ترد وتدافع وتكشف حقيقة المخططات دي. لكن الجديد بقى دلوقت عدو من نوع مختلف، حرب ما نعرفهاش. قبل كده يعني كانت الحرب دي اللي ما كنا ما نعرفهاش ولحد دلوقتي بتستهدف ولادنا وبناتنا، عدو مستخبي تحت ستار التكنولوجيا ومواكبة العصر والإنترنت. سوشيال ميديا بتنشر أفكار غريبة، وأخيرا تطبيقات وأبليكيشنز مختلفة زي تيك توك وغيرها بتدفع ولادنا وبناتنا ناحية الرقص والخلاعة والعري وتحطهم على أول طريق بيع الجسد. يمكن القضية الأخيرة بتاعت حنين حسام اللي هي واحدة من مشاهير التيك توك وتطبيقات التعارف والمواعدة كشفت الوجه الخبيث للتطبيقات دي. ديكور حلو وشكله مواكب للعصر تحت غطى تقديم مواهب والتعارف، لكنه في الحقيقة عبارة عن عملية تسليع للمرأة يخليها سلعة، يخليها سلعة تباع وتشترى. لو رقصت كويس أو ضحكت أو دردشت مع شوية دلع تاخد فلوس أكتر، وبعد كده تفتح الباب لبلاوي تانية سودة. يعني تلاقي واحدة مثلا زي حنين حساب تعمل وكالة على برنامج لايكي أو اسمه مش عارف بيجو، وبرامج تانية وتطبيقات برودكاست بس مباشر. تدخل البنات أو الولاد يعملوا بس على الابليكيشن والناس تتفرج وتعمل دعم. الدعم بيكون بنقط معينة بعملة البرنامج، النقط دي بقى بتتحول بعد شوية لفلوس، والبنات عشان تجمع الفلوس لازم ترقص، لازم تتدلع، لازم تتكلم مع ناس ما تعرفهاش. ده الظاهر قدامنا، لكن الخفي في التطبيقات دي بتكون باب خلفي للتعارف وجر البنات الصغيرة لأمور مخالفة كتير. ما هو لما بنت صغيرة تشوف فلوس ودولارات عشان هي بتتدلع على التيك توك ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، والطمع وزغللة العين تودي لفين؟ طيب السؤال دلوقت المهم، لحد امتى وزارة الاتصالات والمشرعين هيفضلوا ساكتين؟ لحد امتى؟
أغيثونا من الكارثة دي، انقذونا من الكابوس ده اللي أصاب البنات والستات والشباب، والأهم من كل ده الآباء والأمهات. أنتم فين؟ أنتم فين من اللي ولادكم بيعملوه على التيك توك وغيره؟ دي مسخرة، دي مهزلة. إزاي موافقين إنه بناتكم يرقصوا على أغاني خليعة ويعرضوا نفسهم سلعة علشان اللايكات، واللايكات تجيب الفلوس؟ إزاي؟ أنتوا عندكم مسؤولية كبيرة، ما ينفعش كده، مش على حد تاني. أنا مش قادرة أستوعب الحقيقة إني بتكلم عن الموضوع ده وإنه واقع، ده كابوس مخيف ومرعب. أنا مش قادرة أصدق إنه في أهالي سايبة بناتها للفيديوهات ويطلع لهم، ينزل لهم فيديو بيرقصوا فيه ويتدلعوا فيه، وكلمات وألفاظ خارجة، وبتكلم رجالة غريبة وتضحك وتتدلع وكل ده عادي. عادي؟ طب أنا مش قادرة أصدق إن في أب وأم قاعدين فرحانين بقى ببنتهم ولا ابنهم لأنهم بيدخلوا فلوس نظير الهيصة دي، رأس ودلع طب الولاد اللي انتم مربيينهم دول وطالعين بيعملوا كده، الولاد دول ولا البنت دي هتكون أم ازاي؟ هتجيب لنا جيل عامل ازاي؟ هتربي ولادها ازاي؟ أرجوكم وقفوا المهزلة دي. أي حد في أي مكان في الدولة في أي حتة في الدنيا يقدر يرحمنا من الكابوس ده يتصرف، يعني كفاية كده. مشاهدينا فاصل ونرجع نستكمل بقية حلقتنا النهارده.